الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد في أزواجه درسي كورنفا كيستي أصودمنو نيتو ترسولا برق النجر عليه الصلاة والسلام كان أمين أوكي بحثي سني في درم إن شاء الله تعالى حقدا دين الرا كرانا وان أمو الرافة يرو برا كرتي كرانا بارك الله فيكم أكما درسي أجين درا كيستي بند بارك الله فيكم ركو تجي رسمونا ما كان كيسا رسول ربي عليه الصلاة والسلام دوبرتي باي مالي فول أوانجل والحمد لله مادة تركيزة تقدر دينون إشكالية جل إبسنة ردي قونة جل ركنا ميتي الحمد لله وجولين دون نوبل بلته وان كان يرو جل كباتي في الأجنة جلاني كرتها كي كتنال تكرتن شكرًا جزاء سان ربي أكفلو كنا في إن شاء الله أما اللي إرد يبيني كجيلتي وايني تو ترسولا كنا كرتي ونبسن إشكالية نديم تكيدو كرتي أرجع بارك الله فيكم خديجة يوفر أن بارك الله فيكم إسين بنت خويلد رضي الله عنها ربي قرتي الرهجالة إيقاسي إتعاني سودة بنت زمعة فور الرسول ربي عليه الصلاة والسلام إتعاني عائشة بنت أبي بكر فوراني إتعانساني حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها فوراني أقسم قرتي إتعانني زينب بنت خزيمة إتعاني أم سلمة رضي الله عنها إتعاني زينب بنت جحش إتعاني جويرية بنت الحارث رضي الله عنهم أجمعين إتعانسي صفية بنت حيي بن الأخطب إتعانسي أم حبيبة إيغنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها نبذة عن حياة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة الرادو بناجر أقرت أبان كتابا خديجة أكوم بيتا بارك الله فيكم انت لخوة إليدي هي أم المؤمنين على مؤمن توتاتي بارك الله فيكم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزيز القرشية هاتي سي فاطمة وقد كانت رضي الله عنها امرأة غنية تستأجر الرجال دوبرتي قرتي ججبة إيغانا درم ما سانتمي اللي قبضو قد إيغرا قرتي كريفتي قرتي قنزبان داري سيفتو ترتي إيغانا قرتي وسمعت بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانتي لقا دبتشو رسولا صدق إساني أمانا إساني لقيتي إسان قرتي والين دلقو مرتسيتي الرفيدني فوافق صلى الله عليه وسلم تولج عن عليه الصلاة والسلام وإذا وافقا هريسا نفوته قرتي على تدمته إسان بيكم على أسيندور اللي قجيلة قرتي حال التوجه الله اللي بارك الله فيكم كايسي قرتي وصور رقابة بني بريدة مالي في وان بيكماتكو قرتي إن بيسي سنجل أولماء وان بيكماتكو قرتي الرما قرتي دفني درب ملي الرديبون قرتي تكرارتها بارك الله فيكم قصان إسي بيكمالا سينان إسي قرتي أطفال قرتي سلامة برتي بيكما إتعانسي إنو جن سودتو بنتو زمعة إسي اللي نارا ممنتو تاتي هاتي إسي وأمها الشموس جرأمتي كانت متزوجة من سكران ابن عمرو نما أكي جرأمتي هيرمتي ترتي رسول ربي دورة عليه الصلاة والسلام وقد توفي عنها بعد إسلامه جارسي سوداتنا إيقا شراهم مادين سين دنيا قد إيسي إيقانا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيسيتا نقرتي خديجة دونان بعد وقا سديهتي وقا سدي قوتو إيقاتا أن إيسين دوبرتي قد دورا تنمن الرادو أدنتائنا يا رسول ربي جعني قرتي إيسيني دوبان لينان قرتي ديمتو را قراتي را إيرتو را عمرين إيسي أغا من جنة تولي مجعنا عليه الصلاة والسلام إيسيتا نقرتي فوراني رضي الله عنها أنها جعلت يومها فرضي الله بثلاث سنوات حيث خطبتها له خولة بنت حكيم فوافق على ذلك إذ عاش وحيدا بعد فراق زوجته خديجة وقاست قرتي جراتين وقد ورد الكثير من الفضائل فيما يتعلق بأم المؤمنين سودة وإيسيتي والكبتة وأنبائت قرتين ورفة من ذلك أنها جعلت يومها
يومها لعائشة رضي الله عنها عندما كبرت ويتسنني نسي قدتي نما قداتاتي جت سوداتي قرتي قياع في عائشة دا قرتي دبر ستجاني من البات قرتي بدا وي قرتي نهيكا يتشا وفي مرة سوداتي دو قرتي تفتو لكم ستويتي أنا قياع كي قرتي عائشة دبر سي رسول اللين جالتي أغا إسان قرتي عائشة أمو قلبي نساني تعلق تاتولي إن بيكاني أجيلتي قرتي وجيراها قد أنجتي قياع وفي قرتي يسيدا حقيقة دبر سيدي أنها جعلت يومها لعائشة بعد كبر سنها حرصا منها على البقاء في اسمته إيغانا رسول ربي وجين تاؤو قرتي برباد راككئ جعل لإساني راككئ جعل لربي برباد إرا ككئ بارك الله فيكم أكسم أما اللي قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين قاف سنرى كاسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام عائشة لا قيالة ما قرتي قودوا في إيقلن الله أكبر دبرتي قرتي فورو نمان ديبو وانتي نمان ديبو قرتي قيالة قرتي ساني قودوا لا قرتي بارك الله فيكم كناف كوني مسؤولي يوما قدارا أكا ويتفيقني فوراني قفصون تاني ويتكيسا قيان قرتي نمني تكتك جعلا دبرسي قيالة قياما قرتي حالا بدا الانفول ربي تكرتي لياتي جعني كان اللي يسابة كيسا قلفتشون برباچيسا بارك الله فيكم اتعانسي بارك الله فيكم نمني رسول ربي فوري عليه الصلاة سينتوني خلافة قرتي ومرخيسة دو تيجو وقيل سنة 54 في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم اتعانسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام عائشة بنت أبي بكر فوراني وهي أم المؤمنين هذا مؤمن توتات عائشة بنت أبي بكر الصديق جدمتي رضي الله عنها وأمها أم رومان إيغانا قرتيات إسيها رومان جدمتي بارك الله فيكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أم المؤمنين خديجة إيغا خديجة دوتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام إسيتنا خطبا جدشو إذ جاءت خولة بنت حكيم تأرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج بعائشة رضي الله عنها قولة بنت حكيم دوبرتين جرمتو رسولة تقرت إشارة قوتة قرت وان بريدة يوارقو بران أمنين ومقاري تكون هو خناف قرت رسول ربي تن عائشة تنبوس وخط أبدني جتشا قولة انتون قرت إرفده فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم طول مار خيري لجعني قرت وانسان قرت كيبلني وكان عمرها وقانسي وقاجها تري إيغانا وكان يعتقدون في الجاهلية أن المؤاخاة تمنع المصاهرة وقاجها جتشون قرتيكا إرادو بنا مريكا جلت إسي وقا سقلي إيغا سيفورا جتشو إسي وقاجها نكاير تني إسي وقا ميكا فورا إسي وقا سقلي فورا جتشا وإتا إسي وقا سقلي فورا جنو دوبرتي أفريكا تقرتيك التانياتو تقرتيك هاديك أبتيك قوياكا نقوتو جبي أري أولتو تكف جتتنا قرتي متاك يساف بازي بارك الله فيك دوبرتي عربا تبي آكي سيرتو تقريشا تأباني سي قرتي خليفة رسولا تانجا قدا قبدو تقناني كيسا قدت تبي عربا كيسا تقرتي بي آكي ستي قدت شو قرتي بارك الله فيكم كناف أكاسي تسابة كيلا ودوتي نما قرتي إشكاليا ستفيدو كنانو فرر رأي قرتي بارك الله فيك إذن إسيتنا قرتي فول الرسول ربي عليه الصلاة والسلام وهي له حلال وكان ذلك في شوال من السنة الثانية قبل الهجرة هجرة دولة قرتي وقال ما انتو ليشو وكان مهرها 12 أوقية ونصفا أوقية قرتي كرالا ما في قماشة قرتي كنني في سانتمي قرتي زمن سنيتي ورقيتهم ملا فضاتهم هم لبارك الله فيكم وقد دخل بعد بها بعد 3 سنوات وقاس دي بودة قرتي عليه الصلاة والسلام اتقرتي قلن جتشونيتي قرأتني عليه الصلاة والسلام وعمرها جميل وكان مهرها كذا ونصف وقد دخل بها بعد 3 سنين أي في السنة الأولى للهجرة هجرة الرقرتي وقاتو كتقرتي اتقلن جتشو وتوفي عنها وعمرها 18 سنة يتقرتي قاف رسول ربي عليه الصلاة والسلام دنيا قد إيسان يسي وقاك رسدت جان قرتي سبحان الله العظيم وعمرها 18 سنة وكانت عائشة رضي الله عنها كنوة نجن اللي في دلالة
عائشان جلي قرتي من أفقه نساء الأمة دوبرتي قرتي زمان سني كيسا بل هكا قويا قياماتي إر فقيها قرتي إر عالمة إر بيتو دوبرتي ترتيجي عن قرتي إذن سر ما ربي قدري انت لو وقاسا قلي قرتي من أنبياء سينسيسيف مراني مالي وحي إرها حفظ ضوفي إسان ديماني إسين دائما إسي وقا كل أسديتي إرادو أني قافة دوتو وقا شانتني ويتي دوتي قرتي وقا شانتني سدمو جاتمي تربتي دوتي قرتي عايشان بارك الله فيكم زمانا كان مرة قرتي دنيا قوتوني سرى دينا اقتباسة قرى بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر دينا قرتي أخنتي تيسى ربي قدان سبحانه وتعالى ورّي قرتي واقاكو قاقل لي وكانت رضي الله عنها من أفقه نساء الأمة حتى إذا أشكل أمر على الصحابة رجعوا إليها الله أكبر جزاه الله خير ما شاء الله تبارك الله دنيا نقوتون يوكرتي واني وهي اتركتي فتوى إساء واللالني بدا وانتنا كم قولينا عائشة نولك أجيان قرتي الله أكبر إسيتو قرتي وان كان قرتي بيكيت ننجيلا كناف علماء قرتي صحابة كيسا إرى قرتي متى يجتشو رجعوا إليها وقد وردت فضائلها الكثيرة في القرآن سدركا إسي ربي بكهت تبت قرآن كيستي سنة رسولا كيستي سنرى قال الله جل الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين حيث شهد الله لها بالمنزلة العالية من الإيمان والعفة أكسو مدو برتي قرتي أفك أبدو أفتيسيتو أما اللي سدركان إسي الآن جل ربي قرتي رقا إسي بيججا كيسات تور منافقة إسيرة تهجته وان انتاني هواسة كيسة قلشي دينا كان قرتي دان أبمسيس وفريزة مانا مرابرا والروا ديقو تجل جرا قرتي دينا كان بارك الله فيكم كرا عائشة تنقرتي تسينني قرأ قرتي بلتي ديكتما أفرتما رسول ربي أوديني ركون أرقمي بي مرتي قرتي أجر إيه ستتا وي أرقمي قرتي مدينة كيسات إسي اللي بويتشة تقرتي ركون قدان أرقمي كو كيسين إنما مرا قرتي حتى جاء القرآن قرتي فبرأها الله أكبر حقا قرتي كبجاء سيرا قرآن قرتي رفيك را جبريلين قل كل لولا طاهرا لا براكاج إن قرتي ربي قد سبحانه وتعالى حقا سين قرتي إيقا سي قرتي رسول اللي تلفني أبو ما أوفي قري قرتي يلنين واتو جرا إسين الرأي مرب الرأي يتين قرتي لك رب مر رأي يتين يو رب الرأتاتي الحمد لله يو إسين الرأتاتي قرو يتين قرتي وان جتن جتن يقرتي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إذن حقيقة قرتي عائشان شورا قد ورتبت كيسا تكو بارك الله فيكم روى الإمام البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت جل قرتي سعبدتكم بارك الله فيكم رسول ربي تلوفي قافت يا رسول ربي نمني الرجالة ما إسم بلت إنو يلي قرتي مرتو أرداء فيك وسأو فيك يسا سوك أنا مرتو ويتواقافت جنانين قرتي مال جنانين عائشة جأني رسول ربي عليه الصلاة والسلام الله أكبر جنانين فقلت من الرجال ليرو ونره يا رسول ربي جنان أبو بكر يعني قرتي الله أكبر أبا إسيتي يعني قرتي أبا عائشة همانو قرتي إسا لو وطردو قرتي قاف ركو قاف قرتي هجرة كالتي باين كيست نوجين تري كناف قرتي قاف إسان دوان نما بيران طبعا قرتي نما أدو اتباته كيسا نما قرتي باكبو رسولاته نبي يوم رسول تاني خلافات عن بارك الله فيكم وبالتالي قرتي كبجاء قنا قو ربي قرتي إسي كن وأن من ربي أجول لما من أنبياء إسي قل شيف وأنا كنا كنا سدركا كنا كنا أرغتو في زين اللي ورئي زين اللي إيقنا قرتي أبان بكر اللي سدركا قد أرغتو سنبودة قرتي حواس فوري آدم في خليفة رسولته عليه الصلاة والسلام قالت عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الأزواج إليها إر قرتي جالتم تود برتيته لمركنيس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أما وفاتها سلادوت نفتودوت إسي رضي الله عنها فقد كانت في السابع عشر من رمضان رمضان قرتي كل تربت قرتي دنيا قرتيست سنة 58 هجرة را وقاش أنتمي سديت الدوتي لا الله أكبر هجرة را وقاش أنتمي سديت الدوتي زمانا كان مرة قرتي قائد إسلاما تاتي فقيها دنيا تاتي هواسفوتي ديما حالة ترتبارك الله فيكم
wanni isiin facaafte gartee har'a kuno nullee dhaqqabee haga guyyaa qiyaamaatti duniyaa keessa deemaa jira. Idan hikmaa guddaaf sirna ajaa'ibaatiif rabbiin fuudhee isii ijoollee mana rasuulaa galche gartee akka ummanni gartee diinaa rabbii diigu jedhu miti baarakallahu fiikum. Itti aansee sadaffaarratti baarakallahu fiikum namni irraa dubbannu Hafsaa bintu Umar ibnu al-Khattaab rasuulli gartee osoo shahwaaf ka fuudhan taate jenne haasawa kenna kan eeggaddaa keessatti silaa gartee dubartii gartee daa'ima waggaa 20 caallee fuudha alayhi salaatu wassalaam. Irra gartee bareeda gartee qoreeshaa fuudhuu danda'an gartee sawdaan nama waggaa 50 gartee nama heerumee ba'ee jaarsi irraa du'ee kufee jigee tasfaa muree taa'u gartee in fuudha rasuulli gartee alayhi salaatu wassalaam. Khadiijaan dubartii waggaa 40 hikmaa guddaaf maslahaa guddaaf rabbi itti qabee sababa isii gartee diinaan kuni gartee lafa dhaabatee sirna godhate baarakallahu fiikum. Eegasii akka jaa'izaatti akka shillimaataatti isaaniif gara tokkoon ummata kanaaf namni diinaa fuudhee deemuu danda'u ijoollee daa'ima waa haffas yoo hin ta'in namni guddaa waa qabata amma hin qabatu gartee mashguula sammuun isaa. Kanaaf Aayishaa achi mana isaanii seensisuun barbaachisaa taanaan qaddaree murteessee rabbiin mana galche gartee baarakallahu fiikum. Akkuma galteen gartee zamana dheeraa teette wama diinaa ta'ee namni gartee isii caala nashariin jiru gartee baarakallahu fiikum. Haga gartee kulafa'ani ashaabni rasuulaa rakkoo baay'ee keessatti isitti deebi'anitti. Baarakallahu fiikum. Itti aansee Hafsaa irraa dubbannaa. Hafsaan intala Umari garte Umar ibn Khattaab laalaa garte khaliifaa lammaffaa kara suuraa wanni garte mootummaa axxan akkanu baraa garte gaafa deemanillee garte mootummaa jeeduu kuftu waan sirna hin qabne waan istiraateejii hin qabne waan karoora hin qabne waan si booda daqiiqaa 5 diigamu dhaabdee yoo deemte bu'aan jira hin jiru garte baarakallahu fiikum. Kanaaf Abubakar garte asumaanuu maslahaa biraa keessa jira intala isaa fuudhe gara kaanii rafiiqa rasuulaati. Gara kaaniin isaa booda eenyutu mootummaatti aane? Abubakar itti aane garte mootummaan tun mootummaa irra jajjabaa taate moo irra laaftuu taate? Irra jajjabaa taate garte soddaadha garte taphaa miti. Kallattii maraan garte wal keessa harka qaban garte dhiiga jaraati daifa jaraati bakka na biyyuu mama irraa fi malee waa takka kuni waan kenna mulkii kenna bataan bira hin jijjiirra moo irra jiru irraa garte baara kallaa ofiif. Kanaaf hoo itti garte sadaqaa kennaa inni hidheetiin ajaja baase hin dhoggate uummanni sadaqaa dura suulatti fidanii mire. Dhoggannaan hin gartee waraana fuulatti deebise gartee Abbaan Bakri. Ka akka Umar faa dura dhaabate maal abboo silaa zakaaf jecha nama ajjeesuun akkam jedhee gartee dura dhaabate. Laa wallaahi akhi abadan gartee amrii kana yoo laafifne ammaan mootummaan nu harkaan laafte. Gaadii gartee duraan haadha rasuula fidaa turan yoo isaan hin fiti wallaahi isaanii lola isaan hin dhiise. Maali mootummaa jalqaba jira gartee. Tasbiita irra jiru si harkaa sochoonaan bucuucaatte kufte agasi. Itti duudaa eegasii gartee maafiyaa. Kanaaf biyyi marti dura dhaabatee qalbiin ga'a jettee isa bulchaa miree eegas rabbi qalbii kennallee waan Abbaa Bakriitiif bal'iseef qalbii kennallee bal'iseedha gartee Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu. Bifa kanaan rasuulli rabbi karoora ajaa'ibaatiin mootummaa ajaa'ibaa gartee khilaafa ajaa'ibaa dhaabanii deeman. Ta haga guyyaa har'aatti gartee geettee haga guyyaa qiyaamaatti deemu deemtu mee ilaalaa wallaahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Eegas yoo Umar ibn Khattaab itti aane gartee mootummaa isallee intala isaa asiin gartee kunoo itti dhalatan gartee. Allahu akbar. Allahu akbar. Maaliif jalqaba mootummaa irratti gartee yoo gartee waan jajjabaan gadi dhaabin mootummaa tana rakkootu argama baarakallahu fiikum. Kanaaf Hafsaa intala Umar rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam haadha gartee mumtoota mara akka taatu gartee carraa kennaniifi wayya ummul mu'miniin isiinleen beekamtu jaarsatu irraa du'e isiinlee kunoo laala wayya ummul mu'miniin Hafsaa ibn Khattaab wa ummuhaa Zaynab mad'uun. ولدت قبل البعثة بخمس سنين ارقم رسول الله وقاشن الالتي وكانت رضي الله عنها متزوجة من حنيس السهمي نمجين تهيرم تيتر تيرا لا بارك الله فيكم جارسة قبدي رضي والذي استشهد بعد غزوة أحد سنة 3 للهجرة رسول وجين قرتي تقلي الهنقو يا دي مدينة كان في تباسو غزوة قرتي أحد كيسة كوفة قرتي انجي جي انتو اي قرتي دون مالتو ارقمي أثر إصابات ألمت به طوان قرتي تمات أتي وقيل قرتي بعد كذا إلى فحزن عمر إياد يا ستي قرتي عمر يجون ما قرتي لما فاتي قرتي خلافه كيسات بيتا قاف إن في الرادين أن كوني كت تان قدير آبتة سرنا قرتي سودا ثم قرتي الفاروق يجتمع بيك ما قرتي نما شورا قدا أشارا قدا قبو دينا كيسات وبالتالي رسول الله بيك أن قرتي موت ما نكتي أنتو قرتي إلهام أنو أتو وحي أنو أتو. Kanaaf gartee
إياد يا أبار أما اللي نما قد قايدة إسلامات بدا أن تلتن دائما وقا قرتي هقمي عمري سيتك على شباب أجار سرادو إيه وين أجل آيات دوي تيجا قرتي يادا إني خاسي ينانين مال ترقمي أبا بكر رفيدي قرتي أبو بكر أبو بكر قرتي مي أفساتنا أكامي مي مال لالتا يري رفيدي جلا جلي سيقرتي أبو بكر اللي أكام سلمان هركة ديدي يا أبو أرده Eh, koi koi, Uthmani tifiza. Uthmani o, me afsan tuni bar jajja bazin tuni. Mutadajina ada nama. Eh, barez, inshallah, me koi. Thare kunelli arka. Ena are umar karte, sila, ganat tifiza, ganat tifiza. Akamita kanar rakase, innan. Ada ajarri karte, rasoola tuwaan isi haasaya karte, daga yani. Waar rasoola rabbi dubbate karte, maal tu jawab etteken dare. Isan karte, muran isani karte, fagu. Dina kana karte, karte, abajin alayhi salatu salam. إيسي هيروم تباتي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كرتني قرتي حال أموم إن توتا تاتي قرتي إيغانا قمدي عمر بن الخطاب اللي رضي الله عنه وسوجر لما فوتي جلا قرتي قولي سيني ولي قرتي نداما الله أكبر الله أكبر أوكي رضي الله عنه والذي قرتي جنة ميري وقيل فحدنا ويتا موتي يلي قرتي اتلقى ومي بعد انقضاء عدتها إيغا إدان إيسي رمتي على صديقي أبا بكر الرفيدي عثمان الرفيدي ثم زوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن اتأنسوا على رسول ربي عليه الصلاة والسلام حفصة فوراً جنة إسينتم بارك الله فيكم أبو بكر الرفيدي إيغان أغرتين الرفيدين عثمان الرفيدي جواب غارير عن أغره إيغانا رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبتني قرتي فوراني وكان صداقها بساطا مهرين إسي شرقي وي والف أفني في وانا كتراسي لما في إيغانا كساء قرتي وهيتي في كسان اللي وفتهما إيغانا ردائين أخضرين وفتا قرتي قبا في جلان وفتا كأكمرتو في وان قباني توفتني كنا في هم أكنا كان رسول ربي عليه الصلاة والسلام نكاح قرتي هيرة تنجرا طبعا نكاح زمانا كنا كشباب نرجع إيسى قرتي أسين ليبيا أسين كينيا أسين بحارة قرتي يا مريت أفنك عبد الله قوي وجين قرتي عمري زر وماجرو وسو عمري لافه قرتي نمني لافتو حلال وفي تكاغا وتاتي شلا رقاد وبتشوف حرام نو قرتي إن أرقام يجتش بارك الله فيكم ربي قرتي نوالا فيزو لما سنة رسول إرتي ديم ربي نهاجر وبارك الله فيكم أوكي تيانسي بارك الله فيكم إسنتني بارك الله فيكم وقد تميزت قرتي رضي الله عنها بعلمها واني إسي أدقر وقرتنا ما برار علمي قدك أبدي إيغانا قرتي وحرصها على التعلم دين ربي برشو رتي فتونة قدك أبدي جلال لكم وقرتني بارك الله فيكم إذا الرسول ربي مرايو قرتي مسلحة دعواتي في قرتي فور أمالي مسلحة نفسي وفيتي في قرتي انفوري ودو مسلحة نفسي وفيتي في كفور أنتاتي سلاوانا كما كفورا وندي كيسانو قرتي متا كيستي هم بيتن جتش بارك الله فيكم على فكرة قرتي دوبرتي رمتي باتي دوبرتي سنة اشترتي فورون قرتي غاري متي جتشا كرانو بني غاري تانانو دن ديمنانو همانك ابو تانانو رسول ربي عليه الصلاة والسلام حجتنينو اگر سيسان قرتي اسمانو رسالة برا اللي افكي ساقا بقرتي طبي اتنمني قرتي واني نجارت وان برا وأني نقرته نام نبرا موك آم نبرا قرته كسلا سيرنا قط أشوم ملو كفود أم ملو كهروم ملو نمو تباي أتو قرته جرا يجوا إشارة قط شوف دور برا تا كفوراني خير راه في قرته نمو تأكنا كانوا نفونا نيف كانت تيجي فرد لا يجوا قرته نالبات هو ده بلد شو اللي خير دنداتي تيسان كوفن لالنا تدو برتي لي لالا يجوا تو قرته كيس جرا لو قادو بتشو اتيان سوران بارك الله فيكم علمي قدك أبدي فتونا قرته وابرد شو اللي قبدي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكاسم أبا إسير را حديثة قرتي جاءت ما أول أديسي تلالة قرتي وعرفت بفصاحتها الرب قرتي أموتو فصاحة يعني فصاحة علاقة لسانة بيقمتي بلاغا قدى قرتي نمقبو وتأثر كلامها كلام إسيتين يوحى سويت قرتي نمت إبا نمت قلو دندو تفور آن قرتي إبا قمتي بارك الله فيكم نمني هاسه فكرتي هاسه ونساء كرتين فورا من بيتن بارك الله فيكم هاسه وهاسه وكان كيستي ديبا قد قلوبنا ما كانت أكبوهن دندين
namni kuni nama uummata kun gartee hin diriirfata kun gartee yaa'ee tara gaafa ji'a takka barsiisa namni gartee bira hin jiru baarakallahu fiikum. Kanaafuu haga danda'een barsiisaan tooftaa adda addaa fayyadamee taphaa fi qoosaa adda addaa itti makee malala gartee uummata irraa gartee daangessuun dirqama ta'a baarakallahu fiikum. Kanaaf isiin tuni gartee warra gartee arrabaan dhiibbaa namatti godhuu danda'u irraa tokko jedha gartee abbaan kitaaba baarakallahu fiikum. وأسلوبها بالقرآن كما أنها كانت قرتي من ذوات الرأي ورقرتي عقلي قرتي كنمي ورا رأي نساء قرتي فور أمور رأي عن قرتي زين دون والمشورة ورقرتي تمريسي فمور رأي مستشارة يتشو قرتي زين لرجاحة عقلها عقلي قد قرتي كباتشو إرى كان كي أما وفاتها سيرادو تنولتو فقد كانت قرتي من عمر الناهزة 60 عاما وقاجة تم قرتي دورتي شعبان كيسة قرتي دنيا قد إفتي سنة 45 من الهجرة هجرة الرواقة فرتمي شنتي دنيا قد إفت بارك الله فيكم قبل نسي مدينة رسولة كيس سقرتي تهجرة رب الرها جالتون أكاس من يتوت رسولة الرا عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة زينب بنت خزيمة تجر أمتول لي رسول ربي قرتي هذا من توتا دودا أكتها تقرتي قدشو الرئيسي كنا نجرة يسين انت لقرتي زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد مناف رسول مدي بتديمتي ديمتي لا ابن عبد مناف ابن مناف ابن هاشم ابن عبد مناف تولي تديم رسول ربي دين عليه الصلاة والسلام استشهد زوجها عبد الله ابن جحش رسول لقرت وهي والكبس الجنري جار سيسي عبد الله ابن جحش كن دنيا قرتي سكرتي جيادك يا ستي بارك الله فيكم غزوة قرتي وعدك يا ستي إيه رسول ربي بيرا الآبتي عدوه الرادان قسي قتي قدا كفالي جري غزوة عهد كيسة دنيا قد إيسي جارسي قرتي زينبي تنا وبعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي ويتبيكا بخبر ترملها جارسي الرافارك بر اتهافتي كوفت جيدي يتشا ويتأرق الرسول ربي عليه الصلاة والسلام تزوجها يوسف الأندبتني عليه الصلاة والسلام مالي نمني براك أنا قرون دندو قرتي amma dubartoota gartee teenna tan hubeenu ollaa kenna ardaa kenna naannoo kenna ka eega jaarsi du'e waggaa 20-30 jiru ka ofirraa gartee teettu gartee takka gartee abboo waan kana masalaa itti godhi siitutti aanaa bada abboo abboo nurraa dhiisi sheeka kan dandeenyu taataa teennaa dadhabne kana ammootu deebeetini in gargaarra mal midhaan hin buufne wayita haaman nuti hin garagan abboo kan wanti qaaqaan nuun rabbi yedhaa jedha gartee maal mas'uliyyaa baachuun barbaadu gartee obboleessi deeme garaa isin nyaatu isin kuftee hafte garaa isin nyaatu adagaa isin irra buutuu fi rakkoolee adda addaa nama ijatti baasu bineensa gartee karaa taruuf ka darbu kana kullii gartee kamarfamtee isin shahaadaa deebiftee yaa Allah jechuu kana rakkoo irraan qabu gartee baarakallahu fiik fidee matoo mana buusee jennaan kanuma waggaa guutuu haasaaga waggaan deebuutti gartee idan waan namni marti danda'ee godhuu miti wanni kun beeki gartee dhugaasee hatta sahaabaan gugurdaan kana gochuuf qophii miti gartee wanni gartee dandeettii guddaa ikhlaasa hamaa يعني أنبياته في قرته يوكا كنا قد قرته وربا تبارك الله فيكم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جارسي دو اي قرته كفته بر التفنان تغييني جنان تفني خطبا قرته عليه الصلاة والسلام فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في العام الثالث من الهجرة هجرة الرواقع شدفت قرته رمضان كيسة ولم تستمر حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى شهرين أكا جراتا يقرتي جي على مملي رسول ربي وجل الجران دنيا قد إفتي يجو يسنتم بارك الله فيكم إن دوتي رب الرا حاجالتون إيقانا مالتو أرقميري شهرين رضي الله عنه في المدينة المنورة عن عمر الناهزة 30 عاما وقاصة دمت دنيا قد إفتي جدا ويشار إلى أن أم المؤمنين زينب انتون وان اسم بكمتون كيسا كانت تسمى بأم المؤمنين أم المساكين هذا مسكين تجدشون أنقرت بكم تبارك الله فيكم ما لين بكم أم المساكين هذا قرت مساكين تجدشون أن بكم تي مدينة قرت أولمت ويشار إلى أنها كذا جد قرت بارك الله فيكم لعطفها في الجاهلية جاهلية جزء الإسلام أنتينو هذا هي جولات بكم تي قرنياتو قد قباتشو في قرت رحمتك قباتشو ركاكي وعندما أسلمت شاركت في معركة بدر قافة قرت إسلام ما زينت معركة لولا بدر كيست وردوانا ما كنو ورنمت أو ميقرت لفرق وريقرت كنون سترتيسين بارك الله فيكم
من خلال تقديم الرعاية للجرحى جري كرتين رادبته اتيان سور ان كرتين يتوت رسول الله عليه الصلاة والسلام هاك أذانني أم سلامة هذا كرتي سلامة مكانسي هندي رمت وهي أم المؤمنين هذا من توتاتي سلين أم سلامة هندو بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله إلى آخره مخزومية وأمها عاتكة بنت عامر وقد كانت رضي الله عنها متزوجة من أبي سلمة رضي الله عنها الله أكبر الله أكبر شيء غريب والله يا أخي وأنا جايبات وقد كانت متزوجة كنوا أمليت ديبي قرتي شاوا فنفوني عليه الصلاة والسلام كوفين زر باسوف مسو قرتي إسي باسوف إسي جريسوف إسي مليسوف مال جار سجبا كرى ربي كسدين رسول ربي را دفاع قرأ عليه الصلاة والسلام يو إسين بري تفتير راباتي فعندما توفي دعت الله قرت أن يخلفها خيرا منه يا ربي قرت وان خيري أو بكنا أبو سجدي كرد يعني الرسول ربي عليه السلام ست نجومي جنانك أبا سلامات على إسر يا رسول ربي تنزل آخر يجلس رسول ربي فتقدم لا فخطبها صلوات ربي وسلام عليه تقدم تتاني قرت خطب نسيت أنا قرت لك قرت يعني بربادو يا رسول ربي نتاف ما أسياف ربو مال أنا جو لينك يا شكري ركنا أما اللي هنا فاكما ليك أبا إيقا سي نبي ربي تكرتي تعديت هي ركوب راكيسة قلا واني كوني نرى هافويتن لكي أبو قرتي مراني قرتي وان براكيسة جرا قرتي ما كفتامي ما جي دامي ما قرتي أموتو هنا فاكي كان أفو قرتي آبتي أفتامي دي إسال لي دعاية تكرن المان كي اللي قرتي المان قرن إن قد فينا جرايو كوتو قرتي يعني إيقا نا علمي سي عمر نكاي ريفي فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذن تكريما لها ولزوجها يسيل لك بجوف جار سيل لك بجوف رسول ربي عليه الصلاة والسلام فور يتشو فقد بذل الكثير في سبيل الدعوة دعوة كيست إسيف أبو الرئيسي قرتين مشورة قدها تبته نما أشارة قدها أبو جاكونه أبان كتابة إسيما الرأيود بته ودور رسول فورين دور عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة وعنانا منه على صبيانها وجول لي ستي يده في جتشة ودخل بها في شوال شوال إن كيسا قرتي أو جماد الآخرة سنة 40 للهجرة هجرة الروقاء فرفا كيسا قرتي فول رسول ربي عليه الصلاة والسلام مهرين إسي قرتي وانا كسافاتي في قرتي ميشا واتنياتني في فراشا في قرتي وانا كقرتي كنو وان الربو لنك قرتي بالة ميرا تقورا كنا في هم أدى قرتي كندينين قرتي نكاح قرأت الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نكاح قرتي زمن سنيتي في كأما إيه سجرة ورّي قرتي وانتي دي قول أول فوري ورّي وري قلي أمري لافسي انتلت هايرمتو قربان أفورو منها بياني إنقر قرر جدون قرتي وجول ليل آخرى لافسي بركاتي قولي علماءني كي سياء قرتي بارك الله فيكم ورّي مكينة فدا سوكي فدا فيلا فدا إيقانا قرتي مكينة شنتمني أبو هوتيل لنا أقرم بيري قرانا نهار أبد ديري قرانا نهار أبد قبان قرتي هار أبد ويا عدان أقول يا ورجي لي قاف ترباني قارت قاتا ولدت قرتي بو إيه ولا طافي عدان ديمي قرتي سيناتو قد دبتان بيسودي تبارك الله فيكم بيسودي تقرتي وفورون قرتي هي يادمو أصلا قرتي سجن برجالك أبو مايو زمانا ديرا الرافورة تقرتي يو تقدم تاتي واني وان نمني دندو مهرين كما ربا قرتي ريال سودي مليون بي يكينا يتشو قرتي بارك الله فيكم كناف واني فورا قرتي قوم كما قرتي يادم ور قرتي أكا بدي بدي لكيفتي وور جري مرقوتك أسري قرد كما ربان كريساني يا الله انك سكرا بر بف جري أتشبو يكون في داني جلانقا ينقرتي وكني لفتارة جيتي قرتي ايقا سي زمان ني ديرتي قافة جري ور هوتيل كريفتوك أسري قرد بوتاج راجر أبو ور قرتي نبرتي فورا قرتي ورقا وقا قرانيتي قرانا ما ترباتا ما قاي وقا ور أسيت كيسو ميسين ميقا فتو قوامني أفرع قونو في الله أكبر جلان جلان قرتي سلكي في تلفوني ورواني بلا جلان ميري نموتك أنا تكتك أنت بلي بلي أنت ألو السلام عليكم وعليكم السلام أبو نتي ور هوتيل أكنا أكنا كقافة أكنا أكنا سيقوني مار حفلة كما نوكوت أنجارتي تيجاتي تلاقي وليد دي بنا وبالله التوفيق السلام عليكم.